أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية أن الحفاظ على الثروة السمكية بوصفها عنصرا مهما من عناصر الأمن الغذائي في المملكة يستوجب بذل جهود مكثفة لتجنيبها مخاطر الممارسات الخاطئة والضغط على المصائد الطبيعية من جهة والعمل بالتوازي من جهة أخرى على أن يكون الاستزراع السمكي خيارا رئيسا وبديلا اقتصاديا ناجحا يلبي الاحتياجات الاستهلاكية المتزايدة. وقال معاليه لدى زيارته المركز الوطني للاستزراع البحري: لقد تم تصميم الخطط والتوجهات ذات الصلة بتعزيز كفاءة واستخدام الموارد لا سيما البحرية منها لتستهدف رفع طاقة إنتاج المركز الوطني لاستزراع الإصبعيات من الأسماك التجارية إلى نسب عالية على المدى القصير، وذلك على نحو يتماشى مع ما التزمت به الحكومة برئاسة صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وإسناد من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في برنامجها حتى عام 2022، من حيث دعم الجهود التي تكفل استمرار المحافظة على الثروة البحرية وتنميتها لضمان استدامتها. وكان معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة قد زار المركز الوطني للاستزراع البحري في منطقة رأس حيان، يرافقه سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وعدد من المسؤولين، وذلك للوقوف على القدرات الإنتاجية للمركز والاطلاع على ما يمكن أن يقدمه المركز من فرص مستقبلية لترجمة التوجه الحكومي القائم على تشجيع الاستثمار في قطاع الاستزراع لتوفير أصناف متنوعة من الأسماك المرغوبة محليا وذات جودة عالية. وخلال الزيارة أعرب معالي الشيخ خالد بن عبد الله عن أعجابه بالخبرات البحرينية المؤهلة والكوادر ذات الكفاءة العالية التي تدير المركز وتشرف على جميع عملياته، موجها معاليه في هذا الصدد وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لأن تواصل جهودها في سبيل توفير التدريب اللازم لموظفي المركز حتى يتمكنوا من مواكبة أحدث ما تتوصل إليه العلوم والمعارف في هذا المجال الحيوي. وأضاف معاليه قائلا: إن تأسيس كوادر محلية جديدة وتعزيز قدرات القائم منها سيسهم في خلق قاعدة تقنية وعلمية في مجال الاستزراع البحري، كما سيمكن أبناء المملكة من إضافة لمساتهم وتقديم إسهاماتهم القيمة عبر تشجيعهم على إجراء البحوث التي من شأنها أن تحقق تبادل ونقل الخبرات بين الدول المهتمة في هذا المجال الذي بدأت أنظار الاهتمام عالميا تتجه نحوه لسد عجز المخزون الطبيعي للأسماك. وفي إطار ما توليه الحكومة الموقرة من حرص على دفع القطاع الخاص ليتبوأ دوره كمحرك رئيسي في عملية التنمية، قام معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بزيارة شركة أكواتيك برودكتس، وكان في مقدمة مستقبلي معاليه السيد فؤاد المطوع رئيس مجلس إدارة الشركة الذي قدم شرحا حول سير العمل في الشركة وما يوفره هذا القطاع من فرص تطويرية وما يواجهه من تحديات. كما أشاد معاليه بجهود الشركة الداعمة للتوجهات الحكومية مؤكدا أن مثل هذه المشاريع وإلى جانب إسهامها في تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على الثروة السمكية فإنها وبوصفها أنموذجا يحتذى من خلال جدواها الاقتصادية المثبتة لتربية الأسماك في بيئات مصطنعة ستشجع الراغبين من المواطنين في الاستثمار في الاستزراع البحري للانخراط في هذا المجال فضلا عما توفره من فرص نوعية للعمل. ووجه معاليه في هذا الجانب وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى دراسة السبل الكفيلة بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الاستزراع البحري عبر اقتراح المواقع الجغرافية المناسبة لإقامة مثل هذه المشاريع ومساحاتها المطلوبة ومواصفاتها لإنشاء الأحواض
وتوفير البيئة الملائمة للأسماك وتوسيع نطاق الشركات مع الجهات ذات العلاقة لتدريب المواطنين على تقنيات في تأسيس مشروع تجاري في هذا المجال. إنشاؤه جاء عبر توسد الدراسات والتجارب على أرضية سهولة تطبيقها وحتمية نجاحها في كيفية إنتاج الأسماك المحلية، والأخذ بيد الفكرة نحو واقع ملموس تجلى في بناء المركز الوطني للاستزراع البحري في تسعينات القرن الماضي. مركز جاء كقاعدة تقنية وعلمية في مجال الاستزراع البحري لإنتاج كميات من الأسماك تخصص للاستهلاك المحلي، فضلا عن تربية إصبعيات الأسماك وإطلاقها في البحر لدعم المخزون الطبيعي منها وتوفيرها للصيادين وللمهتمين وحتى المستثمرين إلى حين بلوغها الحجم التجاري الصالح للتسويق، الأمر الذي سيسهم في إنعاش الثروة البحرية في البحرين. لا شك أن الاستزراع السمكي أحد الدعائم الأساسية عندنا للأمن الغذائي، وتوجه الحكومة الموقرة لدعم هذا القطاع وتأكيد الشراكة مع القطاع الخاص، وسوف يجدون كل الدعم والمساندة من الحكومة الموقرة للدخول في هذا القطاع والاستثمار فيه. طبعا في السنوات الماضية شهدت البحرين تطور نوعي في إنتاج أنواع مثل السبيطي والهامور والصافي، هذه الأنواع المحلية اللي تعتبر رئيسية في المواد البحرينية، هناك حاجة حق زيادة إنتاجها، وهذا احنا اللي نقوم فيه في المركز الوطني للاستزراع البحري. أسماك ومع كثرة أنواعها تلعب دورا هاما، فوفرتها واستمرارية إنتاجها تعلق عليهما آمال كبيرة تصب في صالح الناتج المحلي. يشكل الاستزراع السمكي هو الخيار الاستراتيجي الرئيسي للدولة، خصوصا في ظل تراجع الصيد من الصائد الطبيعية على المستوى ليس الوطني والإقليمي بل على المستوى الدولي، وعليه ترى أغلب دول العالم تتجه إلى الاستزراع، ويشكل استزراع السمكي حوالي 50% من إنتاج الغذاء المستهلك في العالم. من بين الأقسام النشطة التي يحتويها المركز الوطني للاستزراع البحري يأتي قسم المختبر للأحياء الدقيقة، فارضا حجم أهميته المتمثلة بمتابعة مراحل نمو الأسماك ومراقبة صحتها والعمل على ما يمكن تفاديه من أمراض بكتيرية وفيروسية على دورة حياتها، خصوصا في المراحل الأولى من عمرها. يقوم مختبر أمراض الأسماك في مركز الوطني للاستزراع البحري بفحص الأمراض التي تصيب الأسماك المستزرعة، كما يقوم مختبر أمراض الأسماك بمتابعة جودة الأسماك في مواقع الصيد المختلفة لأهم الأنواع الأسماك المحلية، بالإضافة إلى متابعة ومحاولة الوقوف على أسباب نفوق الأسماك بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة. ما تم بذله من جهود أفضى إلى فلاح منشود بإنتاج ذي جودة عالية لكل من أسماك السبيطي والهامور والصافي، حقيقة شجعت إلى المضي بثبات الواثق بخططه نحو رفع الطاقة الإنتاجية منها خلال السنوات القادمة. جولة تعكس مدى الجهود الحكومية في الحفاظ على الثروة السمكية في المملكة باعتبارها مصدرا غذائيا أساسيا، ومن الواجب الوقوف على أهم الإمكانات التي تأخذ بيدها نحو ديمومتها وزيادة إنتاجها بشكل يتلائم مع حاجات السوق البحريني. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.